فلوج الدنيا مثلجة. فلوج هذا البرك اللي جيت له في الربيع، جينا له نوريها في الربيع. البرك شوف كيف أصبح الآن. شوفوا كيف أصبح البرك الآن في الربيع في الشتاء، سبحان الله. فلوج فلوج فلوج، سبحان الله سبحان الله. يعني برد قاعد خلاص الآن أصبح بس المنشا للي عاوز يمشي، بس رياضة المشي أصبح بس فقط يمشي عبر الطرق هذه. فتحوهم طبعا ما يخلوهم مسكرة أبدا، في جرافات تمشي ليل نهار. إذا جاء هذا المطر هذا الثلج هو هذه تجي تمشي هذا الثلج. المجال هذا تمشي وتتمشى، يمكن عادي مشيت الآن من هنا تمشي على البارك. الناس اللي عاوز يتمشى عشان ينشط. أنا خرجت والله عشان أتفتح شوية، ريحان تشوف التي في مرتاحة الحمد لله. واحنا قلت خليه بس خرجت 5 دقائق جبت لي شاي بن من هذا تيم هورتون، هذا مشهور في كندا طبعا، مشهور في كل كندا، بس يعمل يعني كافي يعني شيء سبحان الله. شوف الأجواء كيف سبحان الله. ثلوج، في أطفال يدخلون هكذا يعملوا لك. شوف الأراضي الأقدام سبحان الله. هذه هذا البارك اللي البارك تبع الحارة اللي أنا فيها سبحان الله. يلا بعمل لفة وأشرب البن على هذا على الماشي الكافي وأروح أغير جو بس. سبحان الله وفي ألعاب هنا، في ألعاب هنا، هذه ألعاب وفي ألعاب في الطرف الثاني هناك بعيد شوية نمر عليها إن شاء الله. يلا هذا الشتاء في كندا، شتاء كندا الرائع. الأجواء طيبة اليوم، الحرارة ارتفعت إلى -1 تقريبا. كيف الثلوج ما شاء الله ما شاء الله، وناس تتمشى يعني، في ناس يحبوا يخرجوا في هذا الوقت يتمشوا، خاصة السكان الحي والبيوت القريبة من البارك. تجديد للدورة الدموية حاجة مشي والله صحة. أنا أنصح أي واحد اللي خاصة في فصل الشتاء لا يقعد في البيت كثير والله، إلا للظروف الطارئة. وإذا قعد يعني قعد في البيت لازم يخرج يعمل لفة كل في الأسبوع مرتين أقل شيء والله. شوف الناس كيف يتمشون، الناس يتمشون كل الناس، أهل الحياة هذه يحبوا التماشي. شوف هذا الأشجار، هذا الأشجار ما تساقش أشجار أوراقها في الشتاء أبدا. هذا الشجر اشبه الشجر عند الميلاد،
ما اذكر اسمها، بس الشاج صرنا الشاج دائمة الخضرة، دائمة الخضرة ما يأثر عليها الثلج ابدا، سبحان الله. يسقط الثلج عليها اذا تغطى شوي بالثلج ويروح الثلج وخلاص، وظل طبيعة طبيعية. شوفوا هذه سبحان الله. أنا كنت حان في هذه الفجة، هذه الألعاب هناك، شوفوا الألعاب. والآن وصلنا للجهة المقابلة الحي. البرك كبير ما شاء الله، رائع رائع جميل جدا والله. وإن شاء الله فكرت إني خلاص بستقر هنا أنا والأولاد في العائلة في الحي هذا إن شاء الله، إلا إذا في المستقبل إن شاء الله شفنا حبينا ننتقل إلى مدينة ثانية في كندا، فقد نشوف الوضع كيف إن شاء الله. شوفوا سيز الصحراء، صحراء من الثلوج، سبحان الله سبحان الله. هذه أطفال، ألعاب أطفال صغيرة، وفي مراجيح هناك، في مراجيح. الآن كنت أنا جدحة هنا، نسميها في اليمني مدرعة، نسميها مدرعة، وفي بعض الدول العربية يسموها مراجيح، ما أدري إيش يسموها في بعض الدول الثانية. يلا شكرا جزيلا، لا تنسوا الاشتراك في قناة محمد العلوي من مدينة هاملتون في كندا. نلقاكم على خير إن شاء الله.